وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. مساء الخير دكتور محمد، وبداية هل لك أن توضح لنا موقع مملكة البحرين على خارطة الجهود الدولية في مجال المناخ؟ مساء النور عليك وعلى جميع المشاهدين. أن مملكة البحرين تولي موضوع اهتمام كبير، موضوع تغير المناخ، بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات ومتابعة من سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه. وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في عام 1992، وكذلك على اتفاق باريس لتغير المناخ. المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سيدي سمو الشيخ عبد الله بن حمد الممثل الشخصي لسيدي حضرة صاحب الجلالة ورئيس المجلس للبيئة، عمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية التي تهدف للتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ. ويمكن من آخر هذه المشاريع كانت دراسة وتعيين مبادرات جديدة خصوصا لارتفاع منسوب سطح البحر، وكذلك الخطة الوطنية للتشجير لتساهم في تخفيف درجات الحرارة، والخطة الوطنية للاستثمار في مشاريع التكيف مع ظواهر تغير المناخ. وهذه كلها تنبثق من ضمن الاستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة تغير المناخ. ودشن أخيرا المجلس الأعلى للبيئة البلاغ الوطني الثالث، وهو أحد الالتزامات الدولية التي تغطيها الاتفاقيات الدولية واللي قام بإعدادها المجلس الأعلى للبيئة. وهذه كلها تتعلق بالتصدي لظواهر تغير المناخ ولوضع السياسات والتشريعات والمشاريع اللي تقوم فيها مملكة البحرين للتخفيف والتكيف مع ظواهر تغير المناخ. نعم دكتور، يوم البيئة الوطني يأتي تحت شعار نحافظ على المناخ لنحافظ على الأجيال القادمة، ما دلالة هذا الشعار؟ اليوم أصبح موضوع تغير المناخ من أهم التحديات التي تواجه البيئة بكافة قطاعاتها، ولهذا السبب تسعى جميع الدول تحت إطار الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف للتكاتف والتعاون من أجل الحد من استنزاف الموارد البيئية والطبيعية والتصدي لظواهر تغير المناخ. ومن أهم الآن النتائج لظواهر تغير المناخ هو ذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي، وما يسبب من ارتفاعات في مستوى سطح البحر، وهذا يؤثر على الدول الجزرية خصوصا مملكة البحرين، ويرفع من اختلاف مناسيب الأمطار ويقلل من منسوب مناسيب الأمطار، ويؤثر على المحاصيل الزراعية، ويؤدي إلى التصحر وتدهور نوعية وكمية المياه الجوفية. ومن هذا المنطلق وتحت عنوان شعار اليوم الوطني للبيئة، تم إطلاق نحافظ على المناخ لنحافظ على الأجيال القادمة، وهذه نوع من رفع الوعي الوطني والإدراك بأهمية التصدي لظاهرة تغير المناخ كقضية ملحة اليوم يجب الاهتمام بها. نعم الدكتور، كما ذكرت أن هناك دور للمواطنين والمقيمين في تعزيز جهود مملكة البحرين للحد من هذه الظاهرة، ما هو هذا الدور؟ مثل ما هناك طبعا جهود دولية تقوم به الحكومات في دول العالم تجاه تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخفيف الصناعات الثقيلة، يبقى هذه كلها الجهود عاجزة إذا ما كان هناك وعي كافي لدى شعوب العالم، ولأهمية التكاتف والتعاون وتحمل المسؤولية المجتمعية اتجاه الحفاظ على تغير المناخ من خلال الإجراءات والسلوكيات اليومية السليمة. احنا نشوف ان الإجراءات هذه قد تخفف من كميات انبعاثات وتخفف من التدهور البيئي. لذلك نتمنى من المواطنين ان يكون هناك في ترشيد لاستهلاك الكهرباء والماء، وتبني مفاهيم من إعادة الاستخدام للمواد وتقليل كمية المخلفات وتقليل الهدر في حياتنا اليومية، وتشجيع المواطنين على موضوع التشجير ولدور التشجير في تخفيف من التأثيرات البيئية
وسحب كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وهذه كلها ممكن أي مواطن يقوم فيها للتخفيف من ظواهر تغير المناخ. نعم سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، شكرا جزيلا لك.